طلاب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في شرح مقرر التحكم الآلي، ونحن بالضبط في الشابتر الثالث Performance of Feedback Control System. وهنا في هذه الشريحة سنناقش اليونت ستيب ريسبونس اوف فيرست اوردر سيستم. يعني ايش اليونت ستيب ريسبونس اور اليونت ستيب انبوت؟ يعني عندي نظام من نوع الفيرست اوردر سيستم، وكنا تكلمنا على شكل هذا النظام الذي هو يكون في شكل كي على تي اس زائد واحد، وهنا الار اوف اس يعني تكون يونت ستيب. يعني ايش يعني الار اوف اس؟ هي يونت ستيب نسميها يو اوف اس تساوي واحد على اس، ويعني الار اوف اس هي يونت ستيب. يونت ستيب نعلم ان اليونت ستيب هي از فانكشن اوف تايم اتس لايك ذس، تاخذ القيمه واحد. وبالنسبه للتحويل لابلاس لليونت ستيب، هذا تحويل لابلاس يعطيني واحد على اس. وبالتالي الاوتبوت سي اوف اس هي بكل بساطه ار اوف اس مضروب في كي اوفر تي اس بلس 1، تعطيني سي اس تساوي كي على اس كلها مضروبه في التي اس بلس 1. In order to find out the inverse Laplace of the above equation, we need to break it into a partial fraction expansion. وهنا نحتاج الى الفقرة الأخيرة من الشابتر الأول. لو نذكر الشابتر الأول، في آخر فقرة في الشابتر الأول كنا تكلمنا على البارشل فراكشن. يعني لما يكون عندي سي اوف اس او جي اوف اس او اي فانكشن اوف اس في الاس دومين، I can expand it into partial fraction to get very simple equation and to find out the Laplace inverse transform of this equation. يعني هنا السي او اس يمكن بكل بساطة اكتبها في شكل ايش؟ في شكل A، لانه في المقام عندي S مضروبة في تي اس زائد واحد، وبالتالي السي او اس equal to A على S plus B تقسيم تي اس زائد واحد. ولو نرجع الى الشابتر الاول سنرى كيف يعني نحسب ال A ونحسب ال B. After calculation I can get A equal to K and B equal to minus KT، وبالتالي ال C of S تصبح K على S ناقص KT تقسيم TS plus 1. بالنسبة للكي اس نسميه الفورسد ريسبونس، وبالنسبة للكي تي تقسيم تي اس زائد واحد نسميها ناتشورال ريسبونس. ناو سي اس اي كان ميك كي از كومن فاكتور، تعطيني سي اس ايكوال تو كي مضروب في الباقي، وبالتالي لابلاس انفيرس اوف ذيس فانكشن اور اوف ذيس ريسبونس ايكوال تو سي اوف تي ايكوال تو كي مضروب في يو تي ماينس اي ماينس تي على كابيتال تي. اليو اوف تي هذه بطبيعه الحال هي اليونت ستيب، هي ال1، وير يو تي ايكوال تو 1، وبالتالي السي اوف تي يعني ايكوال تو كي واحد مضروبه كلها في واحد ماينس اي ماينس تي على تي كابيتال. When t equal to t capital، when t equal to t capital، نتذكر أنه بالنسبة للt capital سميناها إيش؟ سميناها the time constant. يعني عندي response c of t، time constant يعني كيف نجيبوه؟ نجيبوه يعني when t equal to t في المعادلة، يعني في الدالة حقة output، يعني أحط إيش؟ أحط t capital equal to t، تعطيني c of t تساوي 0.632 k. ال k بطبيعة الحال هي الجين النهائي، وبالتالي نقول ايش؟ نقول انه التي كابيتال، يعني التي كابيتال هي الوقت الذي يحتاجه النظام كي يمر من صفر الى 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 63.2% من قيمته النهائيه. هذا يعني كيف نجيب التايم كونستانت. يعني التايم كونستانت مثلا فرضا انه عندي هذه الرسمه بس، يعني اشوف الفاينل فاليو، احسب 63.2 من القيمه النهائيه هذه، مثلا القيمه النهائيه هذه 10، احسب ايش؟ احسب 6.3. القيمه النهائيه هذه مثلا 20، احسب ايش؟ احسب يعني 12.6 الى اخره. يعني لازم اشوف 63.2 من القيمه النهائيه للفيرست اوردر سيستم. اذا حددنا ال 63% اعمل اسقاط افقي ثم اسقاط عمودي، وبعدها يعني تكون تحصلت على التي كابيتال. هذا هو يعني الطريقة الجرافيكال ميثود، وبها يعني نتمكن من يعني احساب من ان نحسب يعني التي كابيتال. ثانك يو فيري ماتش.